إذن اليوم إن شاء الله بنكمل المحاضرة تطبيقات الحاسوب في خرسانة ثلاثة، وبدنا نضيف دوم على الخزان. فحكينا في أكثر من طريقة، أحد الطرق إنك ترسم الدوم أنت من الصفر، فبرسم لك الدوم من الصفر نتسلى إحنا وياك. فبعرف إذا الإضاءة كويسة هيك ماشي، وإلا بدكم تطفوا ضوء معين برجع لكم. فايل وأوبن. طبعا بيكون بطيء، يعني مش عارف ليش بطيء، بس هو بالنهايه يعني في اثناء التحليل بيكون منيح وسريع يعني، لكن في البدايه كاوبن او كذا بتاخر شوي. لذلك لاحظ مكتوب not responding، يعني قاعد لساته مهموك بالاشياء. نشوف أحد الخزانات اللي اشتغلناهم في المرة الماضية، أعتقد هذا الخزان، لأن الخزان الأخير كان، إذا أنكم فاكرين في نهاية المحاضرة الماضية مسحنا البيس على أساس كيف إحنا ممكن نعمل خزان فري بيس، وإنه الشد بيتغير من صفر كول إلى ماكسيموم تحت، لكن لما يكون في قاع بيكون من صفر لماكسيموم، من ماكسيموم لصفر مبدئيا، لأنه في القاع من تحت بيكون مفصول للسطح. يا شباب يا محترمين، بدنا نرسم احنا وياك كوبي. كمراجعه سريعه، لاحظ مثلا في الار تي، هون ار تي يعني اكس واي، هون زد صفر، احط الكرسر في اي مكان في هذا البلان بتلاقي زد هون موجود اللي هو صفر وقاع الخزان، شيك اطلع مثلا درجه مكتوب اكس واي بلين زد 6، حط الكرسر عند اي جوينت بيكون كاتب 6. انتبه انه لاحظ كيف الوضع تبعنا، يعني كل قطعه او كل مسافه بين جوينت وجوينت نفس الرقم، مكرر هذه 48 مره يعني كهيك ريفرشنج. ففي عندنا 48 جريد لاين راديال جاي على الداير، صح؟ فيا شباب زاويه 7.5 درجه. وعليكم السلام. 7.5 درجه. بدنا نرسم الكبه. لو عرفنا الكبه، طبعا هون القفل يعني مسكر، فايل وسيف از نسميه باسم اخر، مثلا عندي 3 4، نعرف الكبه، ديفاين سكشن بروبرتيز واريا سكشنز كالمعتاد. احنا كنا معرفين بيس وول، صح؟ بدك اد نيو، بدك اد كوبي اللي عاجبك. هاي اد نيو مثلا، وهي احلى دوم، منيح 120 ملي، ما دام الدوم 10 سم 12 دوبه في الحدود، يعني 15 اذا كانت سبانات طويله جدا مثلا. فالسماكه 0.12 0.12، وكثير دارج انك تعمل الشيل اليمنتس البندنج رقم لا يكاد يذكر، البندنج ثيكنس. ليش؟ عشان تهتم انت بس بالاكسيا. فاكرين لما حلينا بنظري قلنا انه الكبه فيها ان 5 ان ثيتا، ما قلناش ام 1 1 ام 2 2، لا يعني انه فيش فيها ام 1 ام 2، اما بكون ارقام صغار جدا يعني مقارنه في الاكسيا المومنتس لا يكاد يذكروا. هسه الكل بيعرف انه اي شيء رقيق وسبانات طويلة تفكر زي الخيط. هسا أنت بتقدر تعمل خيط، بتعرف الخيط، الخيط أو الحبل يعني أو كيبل، تقدر تعمل منه بيم دوري، بيم دوري، خط بيم من خيط مخيط فيه، صح؟ يعني مده ما بين نقطتين بقوس، إلا إذا ما شديته يعني، صح؟ أما تحت تأثير وزنه ولا شيء. إذا شو معناها؟ باخذ اكسيال ومومنت، لا الكيبل او الخيط او الحبل هذه باخذ اكسيال، هل باخذ ضغط؟ الخيط بيحمل كومبريشن، ارجع جرب اعمل فيه هيك شوف ولا لا. فالكوابل والحبال والخيطان هذول باخذوا شد. الكبه مساحه ضخمه جدا ورقيقه، فلذلك يعني بامكانك انك
تكتب 0.12.12 احد الاوبشنز، لكن لما تروح للموديفايرات تقدر تخلي المومنتس لا تذكر، او انك من الان 0.12.01 بصير، او تتركها زي ما يعني. بس اهم حاجه انك تكون فاهم الاشياء، تمام؟ فلذلك يا شباب 0.12.12 بامكانك، واحنا عرفنا خرسان المره الماضيه C28 موديفايرات، تحب تظلك يعني تحافظ على نفسهم ربع ربع ما عندي مشكله يعني، مع العلم زي ما ذكرت لك لو بدك بتحطهم شو ارقام صغار المومنتس. ايش بصل محمد حاج كنت فاهم انت شيك، لانه الكوب اذا لك لاحظت انت بالتسليح بالمثال النظري حطينا شبكه حديد في الوسط تقريبا، طب الكوب 12 سم حطيت شبكه حديد في الوسط، فمقاومتها للمومنت مش كثيره يعني دي 6 سم، حط حديد في نص المنبر دي اتش على 2 صح؟ طيب لما يكون انت مسلح مثلا فاي 10 كل 20 ودي 6 سم قديش فاي ام ان؟ ارقام صغار ولا لا؟ لذلك تقدر تقول انه انا ممكن اهمل الفليكشرال ستيفنس للكبه وتحافظ على الممبرين او الاكسيال يعني اف 1 1 اف 2 2 ماشي عمو؟ طبعا اذا بدك برضه اذا بدك هيك تخلي ما عندي مشكله، بس بالمقابل بدك تقرا المومنت، بدك تقرا المومنت عادي لو يطلع بوينت 1 بوينت، المهم انك بدك تقراه وتتاكد الحديد تبعك بيقدر ياخذه، تمام؟ هاي اوكي، اذا هذا وعليكم السلام تعريف الكبه، هاي اوكي هاي اوكي، عشان وقتكم ثمين ونعطيكم وعليكم السلام اكثر من اوبشن، واذا عندكم اي سؤال احنا بالخدمه، فيرجى التركيز. فيا شباب المحترمين بدنا نرسم الكبه، احنا حاليا عرفناها ماشي؟ كيف بدك ترسم كبه؟ في اكثر من اوبشن، هسا احد الاوبشنز ماشي انك تروح على ايديت ماشي على ايديت شايف، وعلى اد تو موديل فروم تمبلت، يعني انك تضيف انت ستراكشر جاهز من المودلز الموجوده. طيب هسا لو تروح انت مثلا هون، احنا زي ما حكيت لك الشيء الفاينل بدي ارسم لك اياه من الصفر، لكن هذا شيء جزئي. الكبه موجوده تحت عنوان شيلز، شايف شيلز هاي يعمل لك كليك. طبعا هذا خزان، شايف هذا خزان جاهز، احنا كل المره الماضيه لو بدك تعمل خزان جاهز بكليك، بس احنا بنيناه من الصفر لاهداف تعليميه مش هيك؟ فيا شباب في هون ايش؟ شايف؟ سفيريكال دوم تمام؟ بس اللود بتحدد عارف ما بدك في اصلا لود يعني مش اهم شيء الجيومتري بدك ترسمها. فيا شباب يا محترمين لو انت بدك تروح ترسم الكبه هذه تمام؟ بدك تلبسها فوق الخزان شو بسالك؟ راديوس ار، هسه احنا ما عندناش راديوس بدك تحسبه في الرياضيات صح؟ يعني احنا الكبه زي ما رسمت قبل شويه فوق، يعني الكبه تبعتنا بتغطي الخزان هيك، هسه المسافه عندنا من هون لهون قديش؟ 15. هل هذه ال 15 هي الار ولا 7.5 الار؟ مش هي صح؟ هسه انت المهندس بدك تقرر قديش هذا؟ يعني رايح قديش؟ انت قريش ممكن تختارها؟ هسه الخزان 6 امتار من هون صح؟ يعني من هون لهون 6، هذه من هون لهون هسه بدك اياها نص دائره 7.5 بتطلع، بس خازوك شو؟ سقف الشيء اعلى من نفس الاستراكشر يعني من. يعني كانه هذا هي الاساس كب والخزان هذا جاي عيري يعني ايه؟ متر مترين يعني هسه متر مسح يعني انتم مهندسين افرض فيش حس بالاشياء عفوا يعني عندك اوتوكاد ولا لا؟ عندك اوتوكاد ارسم هالمستطيل كصاد اليوم 15 ب 60 وصير بدك تروح باقواس تعمل هيك تعمل هيك تعمل هيك تعمل هيك اهم شيء المنظر يعني مش بس هندسه انشاءات المنظر رايك من هذا انتم مش انتم موجودين واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست مهندسين سته ست مهندسين ولا ست ونص ماشي
ستون ونص ولا خمسة ونص؟ ستون ونص انتم صح؟ فيا شباب يا محترمين من تحت لفوق من تحت لفوق واحد اثنين ثلاثة أربع أنواع رايح حط الخامس أي السادس تمام؟ آه أنت يا أستاذ الواحد اختاره هاي واحد اثنين ثلاثة إيش؟ الثاني الثاني الثالث ثالث؟ ما هي الثالث؟ شو هو هذا انت الثالث ولا الثاني؟ ايش؟ الثالث وانت استاذ الثاني وانت طيب لاحظوا كلكم اخترتوا هذول بغض النظر الثاني ولا الثالث هل في حس هندسه يعني وانا برضه انا معكم الثاني والثالث يعني قصدي انه الواحد يعني لا انه هيك يقول مثلا يقول يعني طالع لي نص متر صح ولا لا هذا تلاقي فيها كانت في هذا يعني 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 تيرنال فورسز فيها ارقام ضخمه جدا ماشي يعني شو الفرق بين هذا وترفع نص متر تعمل فورس يعني 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 خلاص بتطلع تميل الثقب تظبط الديفليكشن وتاع مش عارف شو لذلك احنا بعادي يعني يعني من ناحيه المنظر الثاني او الثالث اذا لاحظوا اذا عندك شك في شيء معين روح لصاحبك الاوتوكاد ارسم وبتشوف الشيء من ناحيه جيومتريك هسه ما هسه نرسم احنا وياك هسه نرسم نرسم لك هسه الكبه نسيت تظبطك بس شوي فلذلك يا شباب يا محترمين اذا احنا لذلك انا مقترح او اقترح هذه مترين من هون لهون شو 15 هي جزء من 2 ل 3 اظن الشكل طلع مني صح؟ يعني 2 2 ونص 3 بالحدود متر فهذا الوضع لذلك يا شباب يا محترمين هسه بغض النظر انو كيرف بدك تروح للرياضيات زي ما اشتغلنا الخزان زي ما اشتغلنا الكبه السؤال الاول فاكر السؤال اللي حليناه بالكبه احنا كان عندنا هيك نفس الشيء مسافه افقيه 25 و4 امتار زي هون 15 مثلا و2 فرضا بدك من تشبه من نظريه فيثاغورس مش عارف شو طلع شو الار اذا هذا راديوس هذه فاي اللي هي سماها ساب رول داون انجل فاي فاكرين كيف القبه يلا القبه هي القبه مش قلنا انها مركز صح هذا ساب طيب بس انا عفوا احنا حاليا لا عندنا ار ولا عندنا فاي مش معنى ذلك نعرفش نوجدهم نعرف ولا لا اذا معناها يا شباب اذا بدك تروح لهذا الامر بدك الار وبدك الفاي بتحطهم عادي تمام طبعا ممكن تعمل تجربه اذا بدك تجارب جرب وتطلع كيف ببين جرب وتطلع يعني صار هذا امورك يعني جاع بالك رياضيات هذا هذول الاثنين مشان المشز مشان المش نمبر اوف ديفيجنز في الزد كيف تقسم الكوس هذا تبع الكبه مش بالنهايه القبه تطلع عليها من اي جنب في كوس فبدك مشز ولا لا يعني مثلا زي يعني جزء من القبه راح تطلع هيك شكله صح هذا مكرر عندنا هذا كوس طبعا مكرر 48 مره هون فهو شكل القبه ولا لا فبسالك انت مو حاطط الديفيجن هذا الشكل واحد اثنين ثلاث اربعة فبسألك قديش بتقسمها في الفيرتيكال ايضا هون شو نمبر اوف ديفيجنز انجولار عندنا احنا 48 يعني على الداير مش عندنا خزان 48 عشان يلبس على بعض مليح 48 بطلق الطعم بايظان لذلك انت هون بدك 48 يعني هذا بده يكون 48 طبعا ممكن احنا نجرب لك واحد ولا غلط بس على الاقل تشوفه طبعا نصف القطر 7.5 مش هذا النصف القطر هذا نصف القطر في البلان 7.5 طيب رايك طول الكوس قديش ممكن يكون 20 طول الكوس مش كامل بس من هون لهون النص يعني. اذا هذا 7.5 اذا المسافه الافقيه يعني بس من هون لهون 7.5
هون هون ترين راح تقول الكوست قد ايش مليون يعني نظريه التغرس بتزيد شوي صح؟ لانه نظريه التغرس بتعطيك هذا الطرف بس هذا الطرف بده شوي صغير طيب 7.5 و2 دوب 8 8.5 9 دوب ودرام فلو كتبت 9 في مانع وهون شو 42 هسه ار وهذه افتاء لانه احنا مش عارفين يعني لازم رياضيه يا سيدي خلينا نجرب احنا وياك 30 درجه مش قلنا الزوايا المحدده هيك شيء من 25 كل من 30 ل 40 هيك شيء هسه الخازوق الراديو هذا الار هو بيقرر مصير الوسع الكبي طبعا مع الفاي من جهتين ماشي عايز نجرب شو يعني تمام طبعا هسه اذا عملت اوكي وين بحطها بحطها على 0 0 هسه في لوكيت اوريجين شايف لوكيت اوريجين اعمل على كليك روح ل 3 دي بس غير زد وبدل لو خليتها 6.5 عشان بس الواحد يشوف يعني طب مش يبدو انه هون فش بس في هذه اللوحه ما فش ما بيزي اوتوكاد يعني طيب نعمل اوكي نشوف شو راح يصير معنا الله يستر طيب هاي 3 دي هون شايف في اجت الكبه بس انه نروح طبعا الكبه غلط طالعه واسعه مش راكب المساحه يعني احنا ليش انه الفنا زاويه والفنا راديوس ولا لا اخترعنا بس نشيل الجريد مثلا فيو شي جريد شو فيو شو جريد هون جريدين عشان يعني. شايف ورسم الكبه صح رسم الكبه لو انت تشوف والله حلوه الكبه انها تكون اوسع من الخزانه شوي بس بدك تدبرها انها تقعد صح ولا ضغطات ولا لا يعني كمنظر هذا مش منيح الخزان احكي يا استاذ كرسو عجبتك الكبه ولا مش عجبتك في معنا زوم طالب يعني احكي يا استاذ عجبتني بس انا صح بجوز انا السماعات مش طافيهن صح احكي يا مدير كرسو دكتور بدي اسال بس لو كانت الكوب المرسوم مجهز في فايل لحاله كيف بقدر كل مكتوب انه رافع ايده الغلام كيف بدعمش الصوت يعني خلص استاذ كرسوع احكي اذا عندك سؤال بس انا مش سامعك اذا انك بتحكي او رافع ايدك بالغلط بعرفش يعني احنا مش سامعينك تحب تكتب بصير برجع لك يعني ماشي فيا شباب هذه الكبه كتب الغلام ماشي حاضر هسه هذا شايف الكبه هذا منظر كويس بس مشكلتك كيفك قاعدها لانها طالعه شويه يعني هذه الجوينت قديش مثلا 7.5 هذه 10 مترين ونص احنا مطيرين كثير صح؟ احنا حطينا معك احنا مش الزد احنا مشكلتنا احنا مشكلتنا احنا هسه وسع الكبه وسعها حجمها بيعتمد على شو؟ ار فاي مش على الديفيجنز الديفيجنز اللي حطيناها احنا مش يعني احنا الفنا زاويه 30 درجه والفنا ريدس 20 طلع في هذا الكب تمام بس الاصل انت مش هيك تشتغل الاصل زي ما اشتغلنا بالنظري من الابعاد ال 15 والمترين او ثلاثه حدد الار حدد فاي اذا هذه طريقه منيح واضح يا شباب ورحياني علي هذا الموديل خليه نعمل سيف از هاي فايل سيف از يلا يا شباب نطيرها الكوب نمسحها سيلكت بس شو حط السكشن تبعها هو الله يسامحه دبليو طيب ماشي
منيح هاي مسحة الكوب لحالها. فيا شباب يا محترمين، نشوف شو حكى الغلام. كيف نقدر استدعي قيمة جاهزة مرسومة بملف ثاني؟ كيف بقدر استدعي كوبي؟ فانا حكيت في البداية عن طريق كوبي بيست. يعني انت بتفتح ساب، احنا حاليا فاتحين ساب على الخزان. افتح مرة ثانية ساب وارسم كوبي، فبصير معك شاشتين، شاشة فيها الكوبي وشاشة فيها شو؟ الخزان. بتروح للشاشة تبعت الكوبي، بتعلم الكوبي وبتختار كوبي، بتروح على شاشة الخزان تعمل بيست. هسه لما تختار البيست بيسألك وين تحط الكوبي، تعطيه احداثيات، فبتلبس الكوبي على الخزان. ماشي يا استاذ؟ نعم. كوبي بيست يعني بالمهنة من اجل يعني الف كوبي بيست. هسه افرض اجى على بالك تعمل هون كوبي، هون بتعرف تعمل كوبي هون؟ زي قبل شوي صغير بتفتح عليها بسألك وين تحطها، حطها بعدها عن الخزان. فيا شباب يا محترمين هذا الوضع، تمام؟ إذا إما بتفتح شاشتين، شاشة فيها كوبي وشاشة فيها خزان كوبي بيست. الشيء الثاني زي ما حكينا قبل شوي صغير، الشيء الثالث اللي أنا بتسلى أنا وياك عليه من الصفر. ماشي يلا. فيا شباب هذا الخزان أظن إنه كويس يعني. نعم. ايش؟ احنا عملنا الراديوس، الفنا زاويه 30 وراديوس 20، طلعت الكبه مش على 7.5 7.5، طلعت كانه على 10 على 10. والله الحكي كفي منه، بس هو الاصل بدك تحسب الاصل، يعني بجوز اجت صدفه فيهم. يعني زي ما تقول بالتقريب، بس انه انا رايي عادي زي ما حلينا المثال. يعني ارسم انت الكوس هذا مع الارقام ونظريه بيثاغورس، طلع الزاويه وطلع المسافه القطريه. نبدا نرسم. طبعا اول شيء اطمئن على الخزان هذا، نعمل له رن بلاش صار في انه يعني بتعرفوا البرمجه يعني ولا لا؟ نطمئن عليه. كيف نطمئن عليه؟ نقرا الارقام اللي فيه، هاي شيلز، نقرا مثلا اف 22 بغض النظر ضد ولا كذا. اف 22 هو اللود الفيرتيكال، لاحظ كيف المفروض كل ما نزلت بتزيد. ليش؟ لانه من الوزن الذاتي. هسه المفروض هذا الرقم اللي هو 61 المفروض 0.4 25 هاي 60، هاي 61، هذا بتعرف يعني لازم شويه تمليحه بالارقام يكون في فرق، تمام؟ اي مزبوط. اذا اف 22 صح، مو اف 22 شو هو؟ اللود اللي في الفيرتيكال الاكسيال بمتر. اذا 1 في 0.4 مخزننا كان سماته 0.4، اذا 1 في 0.4 25 هي 60، هي مزبوط 60، تمام؟ يعني بجوز اجيب لك في امتحان الفاينل اعمل انا موديل واعمل سكرين شوت واقول لك شغله، توقع كل شيء، توقع اني اقول لك كيف يمكن رسم كوبي فوق خزان تشرح، تمام؟ ماشي. فيا شباب اذا اظن انه الوضع يعني مش يعني ما خرب شيء. بتعرف مرات تمسح كذا تخاف انك ما اسح لك شيء او كذا، تمام؟ ركزوا يا شباب، نرسم الكوبة. نرسم، نبدأ نرسم الكوبة. ماشي يا شباب، يا شو بدك كمان؟ إذا في وقت نرسم لك مفاعل نووي إذا بدك، حسب شو الوضع. يا شباب يا محترمين بدنا نرسم الكوبة، فكر. طبعا ممكن ترسم ب3D، ممكن هسه السياسي اللي حكيناه قبل شوي بس ما كنتوش كلكم. يعني انا بدي ارسم الكوبه زي ما رسمت الاشكال هون، يعني الخزان هو مرسوم بدخل الكوبه، بدي ارسم الكوبه انا هون في الموديل مفصوله على الخزان، مفصوله بحيث تنقل فيرتيكال لود الخزان ورزنتال. ليش ورزنتال؟ لانها فري قاعده، يعني الكوبه بتفتح عادي تحط لود تفتح الكوبه، ما دام فري مش راح تدفع واجهات الخزان لبرا،
بس تقعد قعود. اذا ما بدك هورزنتال لودز من القبه على الخزان. حلينا احنا مثال، فاكرين الخزان اللي كان شكله زي هيك وقاعده عليه القبه، ما نقلناش لود هورزنتال، نقلنا بس لود فيرتيكال، صح؟ لذلك يا شباب يا محترمين، السياسه كما يلي: انا حاليا برسم قبه بحيث انها رافعه عن الليفل 6، شفت ارتفاع الخزان 6، رافعه شوي. يعني هسه راح انا اوصل لك شكل زي هذا، يعني نهايه الخزان على ليفل 6، بدايه القبه على مثلا 6.5، 6.10، 6.2، في فصل. طبعا دلنا رسمت فصل الاستراكشر ان ستيبل، فانا بدي اعمل اجراء احنا وياك عشان نربط استراكشر مع استراكشر بحيث الاستراكشر يكون ستيبل وينقل بس فيرتيكال وذاوت هوريزونتال. اذا معناها انا بدي ارسم الكبه على ليفل مثلا 6.25، من 6.25 ل 8.25، مش بدنا الكبه ارتفاع اكثر احنا مترين، مترين، مترين ونص، ثلاثه بالحدود. اذا هي من 6.25 ل 8.25. طبعا عشان تسهل حالك اشياء، اعمل الجريد لاينز ديفاين وكوردينيت سيستمز و هاي موديفاي. هو عمل شكله ما لنا شيء، مش مشكله. يعني هو عمل زد من عنده ارقام طلع، يعني ما لنا فيها احنا، بس ممكن نعمل احنا على زد، او ممكن النظام الثاني الجلوبال. ماشي، هو حاطه جلوبال، مع العلم احنا اخذنا شو كارتيزيان، بس هو سماها هذا جلوبال. ماشي، جلوبال جلوبال، شوف فرق معنا 0.75 وهي 48 اللي كانت المره الماضيه، فاكرين؟ وزيد 0.6، زيد 6.25، وايش 8.25، هاي مثلا زد 3، هاي زد 4. اهم حاجه فيهم عمو، تمام؟ فيا شباب يا محترمين، هذا الحكي هو انا بساعدك في الرسم ولا لا؟ كيف بدنا نرسم؟ طبعا بامكانك ترسم 3D، بس بغلب تقعد تفتش على النقاط، صح؟ فمثلا روح على ار زد، ار زد، فكر ار شيء هوريزونتال وزد فيرتيكال، مش هيك؟ هسه ار وتي، ار اللي هو الراديوس وتي زوايا، فهو بلان. اذا نروح على ار زد، هيك بتقدر تتفهم مع شيء معين. هذا كانه سايد فيو، صح؟ طبعا هو بيختار اي زاويه، يعني تعرف انه هذا مكرر ودائره، يعني بتقدر تلف 48 جريد لاين. يعني لاحظ هذا الزاويه شو اعطاك؟ 352.5 مثلا. امشي هنا صفر، صح؟ هاي لاحظ شو مكتوب هون؟ 7.5. زي بعض 7.5، يعني هسه انتحر على اي ليفل بدك اياه، على اي زاويه ارسم البكية. فهسا يا شباب يا محترمين، أنا كيف سياسة الحل هون بدي أرسم؟ هسا ترسم شل حاليا مستحيل. كيف بدي أرسم أنا حاليا مش صغيرة في الكبة هون مثلا؟ ولا وحتى لو فتحت على 3D، يعني بالضبط عينك بتجيب 100% تقوس الكبة وترسم شل. إذا أفضل شيء رسم الكوس، صح؟ فأنا كيف بدي أرسم؟ بدي ارسم هذه الشريحه، تمام؟ والفها. فانا راح ارسم لك كوس هون، ماشي؟ هيك ورد ضرورة ماسك هون. انا بحكي الورد الخارجي حبيبي. فيا شباب مش مشكله، هذا كوس بنحدده، صح؟ هذا عزامة سفن، بعمل كوس على 7.5، مش لعبة خلية واحدة أنا؟ بروح أرسم كوس على 7.5، تمام؟ بصير فبرسم كوسين، تمام؟ بعد ما طبعا الكوس أنت عارف إنه في أمر حساب إنك تعمله ديفيجن، يعني تعرف وين الجوينت، شو ديفايد لأنك فاكر
بس ابداع بس اظن في ناس والله في كتاب انك تعمل ديفيجن للكورس يعني. لذلك انا برسم درسهم هيك برسم كورس على الجيب يعني اعرف الجوينتس واعرف الجوينتس واتسنى انا وياك برسم ايريا بس ما تعرفش تكررها انا بالميل مشكله ربنا بعيدها قص من ثاني ولا ارتسم وكررها ماشي. بس انا كيف راح ارسم لك هون الكورس؟ مش بس من هون لهون راح ارسم كامل كامل وإذا بدي بعد قص. ليش كامل؟ لانه اذا انا رسمت الكورس حطيت الكليك هون والكليك هون مشكلته المشكله هون راح اسالك قديش الريدس هذا راح يعني يرد رجعني شو على الريدس. لذلك انا راح ارسم الكورس كامل بمعرفه هذا الجون وهذا الجون وهذا الجون وبعدها بشوف بمسحه بمسح 100% نتسلح انا وياك. زمان احنا في الماده هذه كان امتحان مختبر مع العلم مين اللي بيقرر صراحه المدرس. بس انا هو صحيح بس انا كيف عمو يعني كل ما تقدمت السنوات الاولاد نرجع لورا. فلذلك قلت الاولاد بنظروا لخرساني ثلاثي او خرساني اربعه خرساني مسقط الاجهاد يعني بلستريس مواد كارثي. لذلك خفف على الشعب. طيب هو الولد ماخذها مادي حره مادي اختياريه ليش غلبه ب امتحان فيرست امتحان سكند هوم وركس امتحان ساب امتحان فاينل مادي ثلاث ساعات مختبر كمان ساعتين ولا ثلاث واختياري صح. زمان مع العلم كان هيك زمان وكانوا الطلاب شعبتين وثلاثه وشعب فيها 40 50 هيك كانت وقت العز يعني. اليوم الاولاد 13 دوبهم ما يوم ستة ستة ونص بس لا في معنى واحد صح سبعة ونص واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة سبعة ونص لا ما في واحد فيكم احتمال حسبت واحد ونص. فيا شباب يا محترمين هذا الوضع. فعشان الوقت بيمشي بسرعة فخلينا نرسم كوس إذن تمام. فأنا برسم الكوس من هذه النقطة هيك يمشي هيك بتحديد إحداثيات هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة تمام عشان نشوف مليح. آه شعب مبسوط نعم بصير. آه في حالة نثبت بحالة معينة ما أعلم يعني بزبط المشكلة السنة كلها والله ما عارف. كان هذا بيضل هيك اذا بس ما تبقى لا ولا تشد فتح الضلقون لا بس ما ماشي هات لك شغله معينه عشان تضلها هيك كل عصا عليك أمور لا عم نشوف هون في شو اسمه في هذا في البلد نعمل تجارب احنا السنة فات. طب عمي هذا انا اكيد تبع اللي هذا بعرف انه هذا الجوينت هذا الجوينت عشان وقتكم من ذهب احنا يا شباب احنا بدنا نشتغل هذا كيف بدنا نشتغل. هسه المحاضره بتنتهي ما نلحقش نرسم شيء. فيا شباب يا محترمين هذا الوضع خلينا نشتغل نرسم اول شيء الكوس. طبعا الكوس عادي بترسمه لاين عادي اي لاين بدك اياه اي اليمنت بس بدل ستريت شو كيرف هاي كيرف تمام. هاي كليك هون وكليك هون تفتح نافذه اعطيه احداثيات الجوينت الثالث
اللي هي اللي في النص. طبعا اختار تقدر هاي ثلاثة جوينتس، هذه قديش؟ 6.25 صح؟ ايه 8.25 عفوا. بقول مسح ومسح الشكل. هاي الكوس رسموا شايفينه؟ عشان هذا بعطيك هذا اللي انت اخترتوه ثلاثة او اثنين او بينات. منطقي ولا لا شكله؟ فيا شباب يا محترمين هذا الوضع. هسه بسألك كم ديفيجن بدك له؟ طبعا هذا بسألك عن الكوس كامل. احنا النص النص عملناه حوالي 8 او 9 20 خلي شو يعني 20 18 عدد زوجي خلي مش فردي لان فردي بيلخبطك في ال... فلذلك يا شباب هاي 20 18 بدنا نختصر هاي 18 يعني. وايضا شو بريك عشان نشوف الجوينتس يعني محددات هاي اوكي مين و احنا ايش بدنا فيه؟ لاحظ انه قطعه قطعه لاحظ. وهي الجوينتس يا شباب يا محترمين خليهم بينات عشان نعرف نرسم بصيغه اصلا. عشان احنا بدنا الكبه تقعد على الخزان فري. هسه لانك ما رفعتش بالمره هذا الجوينت موصله مع هذه فبتم كلها كل الفورسز. فانا بدي بس بدي انقلها فيرتيكال. طبعا حتى الان فالت الاستراكشر يعني فانا بعمل اجراء بعمل له وصلي بدي ارسم وصله اسمها لينك بتاخذ بس اكسيا منيح. وفرصه تشوفوا اللينكس بعرفش رسمتوا لينكس ولا رسمتوا هاي الغلام راسم اللي مش راسم عشان اتعلم كيف ارسم لينكس ماشي. فيا شباب يا محترمين هذا الوضع. هسا انت رسمت كوس هيك هسا بدك ترسم بدك تبعد 7.5 درجه ترسم الثاني عشان يصير عندك كوسين هيك وترسم بيناتهم الارياز وريبليكيت منيح. طيب اذا هذه تي صفر امشي كمان درجه هاي 7.5 تمام رد ارسم مره واحد مع العلم صح ماني لو بدي بختاره وبعمل له ريبليكيت وليه انا بغلب نفسي صح كنت بدي ارد ارسم مره بس مش مشكله لا نفتح عليه نتعلم. هاي هذا الزي هاي الامر اللي هو رسم اللاين ايضا كير من هون للاخر تمام و 3 بوينتس بتحط ايش 8.25 وهنا شو حطينا 18 وبريك هاي احلى اوكي مش مشكله وعدنا الهدف التعليمي مش غلط يعني. لاحظ ب 3 دي شايف كيف الشريحه تمام. فيا شباب يا محترمين هذا الوضع. فاذا بدك تمسح هذا النص بصير طبعا هذا على زاويه 7.5 ارجع على زاويه الصفر برضو هاي ديليت لاحظ تمام. فيا شباب حاليا جاهز بس بدك ترسم هاي 3 دي على الشاشه الكبيره تمام. وخليني بس اشوف هذول الخطين. هسه هذا الخط شو سميناه احنا اف سكشن 1 صح. لذلك تقدر تقول سيلكت وسيلكت وبروبرتيز وفريم عشان نبينه لحاله بس وكليك يمين كليك يمين وشو اطير السليكشن ماشي اي بريفيوس سليكشن هاي 18 فريم 18 صح 9 مظبوط. هاي يا شباب شو شو سليكشن اونلي وهذول الجريدات ايضا طيرهم فيو هاي شو جريد هاي تمام انحلت القصة صح؟ يا شباب يا محترمين ترسم ربنا بعينك
اي دوم تمام. ثواني يعني مش انه يعني بدك وقت طويل جدا يعني. دوم شيل عادي زي سلاب 12 سم. خلينا نعمل فيل نشوف احسن. عادي حلو خليها تنربع عادي. طلاب مشاريع التخرج خلصت لكم قراءة اللي بعثوا لي الملفات، فإذا بتحبوا تأخذوهم بصير ماشي. ومن امبارح انتوا جاهزات بس ما حلاش مرة. حلوين نحيك حاليا امسح السكشن يعني هاي بريفيس سلكشن اذا ظل شغال هاي ديليت خلص معك الشريحه جاهزه منيح تختارها. هاي في 19 جوينت وتسعة مساحات و35 ايدج وريبليكيت. فلذلك يا شباب ايديت وريبليكيت وراديال وحول الزد و47 نسخه وسبع درجات ونص تمام وخالصي. هاي احلى كوبري ممتازه طاقية هيك تمام. هاي شايف كيف مرتب ممتازه. خذ لها صوره ولا لايك ما بتجيب ولا لا عشان علم يعني اي شيء علم فيش لايك ولا صار شو اسمه. يا شباب هذا الوضع حاليا تمام. روح للار زد بس شو اول طلع شايف في فصل وهي 3 دي برضه شايف هاي 3 دي كامل. وحرك مثلا لاحظ ليه مجرد القعود هو لينك يعني مش رايحين نشتري من عن العربيات على الدوار كلهم بيعونا لينكات صح؟ نعم نعمل ليش لا؟ بنعمل فيا شباب يا محترمين هذه الكبة تمام؟ إذا هذه الكبة جاهزة الخزان جاهز كله تمام. حاليا عليها سيلف ويت بتقدر تختارها تحط عليها لايف مثلا ودلا فبتقدر تقول سيلكت وراها هاي سيلكت سيلكت وبروبرتيز وهي يا شباب اريا تختار الدوم هاي سيلكت. تخيل احنا راسمين 432 اريا واساين و اريا لودز هاي يونيفورم. بتحب بروجكتد هاي في بروجكت شايفه مش اللايف لور كلنا بروجكتد او خلاص تختصر انت جرافيتي عادي مثلا 1 كيلو نيوتن ماشي دوب 1 كيلو نيوتن دوبو لا هذا خربش ماشي ماشي والله مش مشكله يعني احنا هاي سيلكت يعني مش قضيه. فيا شباب يا محترمين نحط لنا 1 كيلو نيوتن ممتاز يعني سيلف ويت 12 سنتي عندك 1 كيلو نيوتن. اولاد بكسدروا فوق بكره امتحان الفاينل اخر سنه ثلاث ايش ما يكون عملنا لك تراجع يعني. فيا شباب يا محترمين هاي كرسوع بده يسال اساين وهي اريا لودز وين يونيفورم و لا 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 لا
مش معرفين كمان لايف. لا الله يسامحك يا استاذ كرسون. اذا ديفاين ولود باترنز. وهي يا شباب لايف حسب من جابك استاذ. وهي لايف هي اد نيو فصار ديد ووتر ولايف وهي اوكي مش مشكله. اهم شيء انه الرسم ونحط اللود. فيا شباب سيلكت وسيلكت هي مع العلم انه السيلكشن جاهز بس احتياط يعني مش غلط. وهي حط اللود اساين واريا لودز ويونيفورم هاي لايف هاي واحد هي بروجكتد صح. لكن لو حطيناها واحد على اساس يكون يعني شامل الاشياء افرض في شويه كساره افرض يعني اي حاجه واحد كيلو نيوتن لود ممتاز على كبه اصلا ما حداش راح يطلع عليها اصلا. طبعا افرض في ثلوج ورقم اكبر بتحط مفهوم تمام. هاي اوكي. فيا شباب يا محترمين هيك كليك يمين على اي واحد فيهم هاي لايف لود واحد تمام. احكي يا استاذ كرسون بيكون الغلام ليش ترك له مسافه بين الخزان والكبه؟ فحكيت قبل شوي ترك له مسافه لانه انا بدي اقعد الكبه اقعود حر على الخزان. طبعا حاليا الموديل انستابل لذلك بدي ارسم شغله اسمها لينك وهذه اللينك هي بتقعد الخزان بتقعد كبة على الخزان. فاستناني شوي انت فهذه الفاصل بس عشان ارسم لينك تاخذ اكسل لود فقط لا غير عشان انقل وزن الكبة على الخزان فقط بدون ليتر لا اي مسافه بس عشان نشوف يعني اذا رسمت انت ملي بتبطل تشوف. نعرف رينج بيم ماشي. رينج بيم طبعا عادي ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشنز كالمعتاد ادي نيو وهي يا شباب كونكريت وهي ريكتانجولار واحلى رينج بيم تمام. طبعا احنا الاصل الواحد يعني يعمل يعني يقترح ابعاد وشوف يعني بتكفي ولا بتكفيش ولا لا. لو اقترحناها مثلا عرض قول 500 خلص 500 ب 500 مش مشكله مو صغير هذا. فهي 0.5 وهي 0.5 يا شباب يا محترمين والمادة 28 0.5 بروبرتز إذا بتحب طبعا تشوف المساحات وكذا. بالنسبة للرينفورسمنت هسا إذا أنك اشتغلت بيم أنت بصير إذا كان البرنامج بصمم البيمات للأكسل وإذا كان البرنامج بصممش البيمات للأكسل بصرج. ليش؟ لأن هذا بيمنا لا عليه مومنت ولا شيء ولا لا. كيف بدك تعرف؟ بدك تأخذ مثال صغير ربنا بعينك. هسا إيتابس أكيد بصمم بس ساب أنا ناسي إنه بصمم الأكسل ولا لا. بس على الأغلب بناه نفس الشركة على الأغلب آية تمام. فأنت لو تركت كولوم الكولوم مضمون ولا لا؟ اتركه عادي. لو تركت كولوم ماشي وتقدر تقترح يعني هاي قطر مثلا ايش بدك يعني تعرف تقريبا يعني هاي خمسة مثلا خمسة كانت تقدر 10 ملي. فهذا بالتعريفات فاكر كيف. اذا هذا الكولوم. بالنسبه للموديفايرات هذا بيم كراكد لو حطينا 35 او ربع بصير لانه هو بالنهايه بسبب التنشن يكون في كراكس ولا لا. فيا شباب يا محترمين لو حبيتوا تخلوه عادي يعني تقليدي 0.35 ما في مشكله. بيم فيش كولوم ماشي عرفتوا كولوم بالديزاين يعني عشان اصمم لي بدي اياه كولوم. اما هو بالواقع في كراكس كثيره فهو بيم لازم يعني شرط ان الكولوم الموديفايرات لازم تحط البونت. فيا شباب هذا الوضع منيح. طبعا بدنا نرسمهم على الليفل شو؟ ستة مش هيك؟ اي ار تي و هاي اندي فورم شيب هاي ليفل ستة نرسمهم هون كالمعتاد. تقدر ترسم قطعة وريبليكات اذا بدك. والله بدك فاضي اشغال ضلك اعمل كليكات كذا. فيا شباب يا محترمين هاي زر رسم الجسور او الفريم اليمنتس هاي بي
ف ايه احنا مش كارف بنرسم، بنرسم قطعة مستقيمة بس قطعة قطعة مش كارف هذا. تمام؟ واختارها وإديت وهي ريبليكيت وريديال 47 نسخة على 7.5 برال تو زد أحلى أوكي. منيح؟ هاي رينج بيم جميلة. هذا عفوا الرينج بيم لازم نحطه فوق مش تحت. لازم نمسكها في الكبة. فبتقدر تقول سيلكت وسيلكت وبروبرتيز فريم سيكشنز نسيتوني يا شباب. هاي سيلكت. ارفعها. تقدر ريبليكيت تعمل أو موف. هاي موف. نحركها شو؟ هاي ربع. أحلى أوكي. شايف حذفها من هون، كانت هون. ايش؟ بالنسبة هسه إذا أنك أنت حطيتها تحت، إذا رسمتها تحت، كل جوينت من البيم ملزقة بالجدار كأنها مصبوبة معاه. بس إحنا بالعكس، إحنا مصبوبة مع الكبة وفالتة على الجدار. إذا فكر لازم تكون على الجدار. على الكبة مرسومة كان شاء. فيا شباب يا محترمين عشان تطيروا هذا الوضع. منيح؟ حاليا بدنا نرسم الوصله في الربع هذا، نرسم وحده وصله وريبليكيت برضه. فانت بدك ديفاين سكشن بروبرتيز ولينك. ماشي؟ لينك طبعا اللينكس في لينير في نون لينير في هبه ودب يعني. احكي. صحيح درو لينك بس تعرفها في البدايه. مش زي في زي بك اي شيء بدك تدرسه ما بتعرفه صح. درو لينك هو بالنهايه يعني ادي نيو بروبرتي هاي لينير ولينك. طبعا لاحظ اذا شايف اللينكس قديش الرائعات جدا الجاب والهوك هذول نون لينير. نون لينير واحده منهم تاخذ تنشن والثانيه كومبريشن. هسه كيف مثلا بدك تخلي الإشي يعني مثلا بدك تحط لود مي بدك تمثل المي، المي مثلها كمادي كمادي مش لود تعملها يعني تعملها سوليد يعني تمثلها. طيب المي اذا اجى زلزال وتحركت جهه الجدار هسه المي بتاثر على الجدار كومبريشن، هل تاثر على الجدار تنشن؟ لا صح، لان الميات لما تفكر انت المي ترفع الجدار. طبعا المي لما تسحب على الجدار ما تشدوش معها. إذا كيف بدك تمثل هذا الخراف إنه في ضغط في الشد؟ هذا هزو صح؟ لا هي بتلف هيك إيه؟ مرجع هيك هيك ميز. ماشي بس الخزان مش إنه واحد كأنه ماسك الخزان قاعد بظل فيه. يعني زي ما تقول روح جيب طنجرة مي حطها على الطاولة حركها كيف بصير تصير؟ هيك وهيك المي تروح. بس قصدي لما تمشي هيك مثلا دفعت الجدار بس لما ترجع بسحبوش. اذا افرض انت بدك تمثل المي في داخل الخزان وكيف بدك تخلي المي او التراب يضغط على الخزان ما انه ينزعه يشده. هذا مشكله. فعن طريق الجاب والهوك هذول الاشياء. تمام. ايضا مرات احنا بدنا نشوف اثر تصادم بارت في بنايه مع بارت اخر. مش مشاريع التخرج اذا كان كبير الشكل تعمل فاصل. فافرض اجى على بالك تحط التو موديلز مثلا في نفس البنايه لهدف تعليم هيك وتحركهم زلازل. تمام؟ هسا كيف بدك انت تعبر عن الفراغ؟ هسا افرض تركت فراغ 5 سم بيناتهم. طيب هي مثلا البنايه افرض البنايه تحرك البنايتين تحركن هيك. بأثرناش على بعض ولا لا؟ طيب تحركن هيك ضربن في بعض. طيب هو انت راسمهن بعدات 5 سم. فكيف معناها بالبرنامج تخلي شيء يصدم بشيء يصدم فيه بأثر فيه بس لما يبعد عنه بأثر ايش؟ طيب بدك تعمل لينكس جاب او هوك حسب انشن او كومبريشن. ماشي. فيا شباب يا محترمين احنا لينير مساكين لينير بس.
وايش يو 1 هسه يو 1 هي الحركه اللي ماشي مع اللينك. طبعا افرض انك تعرف شو 1 يو 2 يو 3 ارسم لك لينك ولوكال اكسس وتطلع يعني مش شرط تحفظ بس اليو 1 هي ماشي مع الـ مع الـ مع الـ مع اللينك يعني. اذا يو 1 فيكست كلمه فيكست انها يعني اللينك هذه قطعه واحده مش انها زي زنبرك هسه لو بدك تعملها زنبرك اللينك يعني هاي تحط لها ستيفنس قابله للانضغاط بس احنا لا احنا لا قابله للانضغاط ولا شيء الكبه جايه قاعده مباشره فاذا يا شباب شو اذا لينير ولين واحد وفيكست وخالصين حاليا حط ارجع للار تي عفوا ار زد تقدر ترسم لك واحد منهم فدرو و درو تو لينك جوينت تو درو تو جوينت لينك لانك بدك توصل بين واحد وواحد هسه في 1 اذا انك 1 معنا بربط لك الجوينت مع الارض كانها زي سبورت ماشي احنا 2 وهي لين 1 ها شايفين ما اجملها كررها اي اديت تو ريبليكيت راديال صفر صفر وبرايل تمام شايف طلع كيف ببينوا هيهم نعم هسا الاصل في تعريف معين هسا انه كان باي ديفولت بعملها لينك يعني قصد انه هسا يعني انت يعني هسا مثلا بدك ترسم لاين من غير ما تعرفها بس بجوز تطلع اف سكشن 1 اسمه ابصر شو يعني فاذا يا شباب يا محترمين هذا الوضع منيح اي 3 دي هذا 3 دي هاي لينك شايفين كيف واصلينهم شايف يا استاذ كرسوع ليش انا تركت الفراغ منيح طبعا من شان طبعا بامكان انا رايي من شان الاستابيليتي اجعل وسط الكبه فيكسيشن بس مسموح الزد صح حكي ولا غلط رايك الكبه هذه بتمشي افقي انت هون لا عندك زلزال ولا شيء بعدين لو كان زلزال هون هاي الكبه بتوقع على الارض بتوقع بتنط على الخزان بس بنعمل هذا هيك صح فيا شباب يا محترمين هذه الجوينت عشان الاستابيليتي اساين جوينت انت لو ما عملتهاش مرات يعني الوضع بيمشي بس نفسيا يعني انستابل فيكسيشن بس شو زد المسموح فكر مش مثل مش الجوينت اوف سيمتري او اللاين اوف سيمتري درست انت صغير في سكشن كان في الانشاءات ولو ما درستش انت مهندس يعني عارف كل شيء اي اوكي خالصين نخفي الجوينتس هيك منظرهم اي انفيزبل منيح بدك تخفي برضو اشياء ثانيه بصير بدك تخفي اللينكس مزعجاتك كيف هالطنجره؟ بدك تخفي الريسترينتس مزعجاتك؟ ولا بالمره نط ان فيو يا مسح مزعج شكل هذا الاكس والواي والزد يا هاي احلى طنجره شايفها؟ هاي الطنجرة اعملها لقطة شاشة ولا لايك ما بتجيب شايف توديها على الفوتوشوب بتكتب هذا خزان مش عارف شو ولا حدا بشوف حد والله منظر رائع طلعوا احلى انتم لنصكم هيك
خلصنا نحلل يا شباب يا محترمين. هاي نحلل يلا. اف 22 هسه كان تحت اف 22 قديش؟ 60 منيح؟ فيا شباب هاي 3 دي مضبوط ولا لا؟ هسه لاحظ انه من اول اول ما اول ما اول الكبه فيها لود من فوق، ليش؟ لانه وزن الكبه. احنا ايش عرضنا احنا؟ اف 22 اه ماشي. اه 80 المسكين ما زادش كثير. بيكون الزياده اللي بتقرا على الاجهزه صحيح. جد النفطه لا خلينا نشوف فاشلز ماشي. يعني هناك كان يبدا من صفر شيك، هو انا بدا كول من 25. تقدر تعمل شيك على حالك سهل جدا. وزن الكبه متى ما انا معطيك قانون مساحه الكبه، مساحه الكبه قانون معك، معك القانون، عوض فيه، اضرب في 0.12 في 25 هي وزن، قسم على وحده الدائره بتشوف هل هو طالع 25. تمام. فلذلك طلع يعني هي لتحت منيح. الجسر ار تي صح؟ شو زياده؟ كان 61 ماشي. هو لازم يزيد وزن البيم، وزن القبه اه، وزن البيم برضه ما تنساه. وين راح هذا الاستراكشر؟ شكله عشان اجوا مش اجوا لغينا لك اشياء و... طبعا يا شباب يا محترمين هاي كليك وهي دبل كليك بلاش ار تي الله يسامحه. وين راح هاي 3 دي هاي ار تي هاي 3 دي حتى يعني لازم يكون هاي 3 دي. بدنا نشوف الكبه، بدنا نشوف الرينج بيم لحالها. طبعا بتقدر سيلكت وسيلكت وهي الرينج بيم يا شباب، بس انا حبيت تكون بلان يعني مش هاي سيلكت وشو سيلكشن اونلي. هاي الرينج بيم، شوف الانترنال فورسز اللي فيه. انترنال فورسز مثلا من الديد كول اكسل وهي فاليوز وهي ابلاد هاي الاكسل لود. لاحظ كيف يونيفورم، دليل انه شغلك صح ومحترم. يعني حوالي 138 كيلو نيوتن التنشن، لو كانت كومبريشن حط سالب صح. طيب شوف الشير مثلا. طبعا هذا ليش هو بيطلع؟ لانه في سبان. هي في الواقع فيش سبانات، بس انت في الموديل في سبان اللي هي القطعه الصغيره ولا لا؟ مش انت المسافه بين لينك ولينك تعتبر سبان؟ بس طلع الارقام يعني شو 30 ولا لا؟ هل يعقل هذا السكشن باخذ الشير 30؟ 3 شو مثلا المومنت؟ حتى اي طبعا نجيب الشير الاخر كلهم ارقام صغار يعني شايف. هاي مومنت مثلا المومنت ام 2 هذا المومنت اللي جاي لبرا يعني. شو الارقام؟ طلع دوبك شايفين فيش شيء يعني. حتى مش راضي يجي على باب جيبي. هاي ام 3 ليش؟ لانه في سبان، بس طلع ارقام كله صغار ولا حاجه صح؟ اذا معناها 100% طبعا بشكل درسنا تنشن هذا تمشي. الكبه نفسها عشان تطيره، الكبه نفسها
هاي سيلكت وسيلكت بروبرتيز واريا، وهي احلى كوبي، وهي سيلكت، وهي شو سيلكشن اونلي. هاي الكوبي تقرا ان فاي، تقرا ان ثيتا، ان فاي وان ثيتا، ان فاي فيرتيكال، ان ثيتا هوريزونتال، صح؟ شوف اللوكال اكسيس مش غلط، بلاش يطلع لك على اساس رسمناهم يدوي انه عكس اتجاهات. هاي اريا ولوكال اكسيس. الاحمر واحد، اذا اف 11 هو ان شو ان ثيتا، ومحور اثنين يعني اف 22 هو ان فاي، ان فاي فيرتيكال، تمام؟ فيا شباب هاي شيلز وهاي اف 22 اللي هو ان فاي، ان فاي ولاش الارقام شاعر. فاكر لما حلينا الكبتنا اللي كانت كنه 25 متر، هذا 15، كان الارقام اللي هناك فاكر صغار ولا لا؟ هاي مثلا من اللايف، هاي من اللايف، كل الارقام صغار ولا شيء. اف 11 اللي هو الهوريزونتال، الهوريزونتال من الدد مثلا، الهوريزونتال طلع لاحظ في تنشن صح؟ وعليكم السلام، اهلا وسهلا. لاحظ في تنشن ماشي؟ هسا كل ما نصحت الكبة، كل ما نصحت الرينج بيم، فكر، كل ما نصحت الرينج بيم بشفط لود من الكبة نحت منطق، لذلك التنشن هون 60، 61، 62 هيك شيء. امسح الرينج بيم بده يزيد صح؟ نصح الرينج بيم بده كل. أهم إشي الفهم عمو، هاي اللايف مثلا طلع 18 تنشن. اما لو اجى على بالك تمسح الرينج بيم، تمسح الرينج بيم خوزك الكوبي، يعني بدك تسليح ارقام هائله جدا. فلاحظ يعني انه اشياء بسيطه، واحنا درسنا التسليح، مش انك تقرا. هون تنشن 18 من اللايف، وكان تنشن 62، فبتقول 1.2 في التنشن، 1.2 في اللايف، 1.2 في الديد زاد، 1.6 في اللايف، ماشي؟ او انك تجمعها جمع جبري، تنشن الديد زائد تنشن اللايف تقسمه على اف اس، مش هيك درسنا واحنا صغار السؤال النظري. فهذا يا شباب يا محترمين، رايكم اللايف لود، رايكم الووتر لود، شو بيعمل في الكوبي؟ المفروض لا، يعني لانهم مش مربوطات. هسه لو هي مربوطات بيعمل، فكر، وإذا لا بتوسع الخزان، بوسع الكوبي مع فوق. أنا قصدي راس بدون لينك 100%. طبعا هذا الكلام أنت يعني بتقدر حاليا تبدله يعني من غير ما تمسح شيء. هذه هاي 60 ديفاين واللينك، عدل باللينك، خليها تحمل كل شيء، هيك صار متصل بالستراكشر. كان راسمينه بس في فرق، بس كان راسمينه مع بعض. اي اوكي، اي اوكي، حلل. هاي من الووتر، في لود بغض النظر كبير ولا صغير، يعني شايف الووتر بغض النظر صغار كبار، المهم في ارقام بده يكون. اكسل بشو؟ وهذا اف 11 بس من المي. هسه من الاشياء الثانيه، هاي من الديد لود، كان التنشن 62
صح؟ انكم فاكرين؟ هاي ابلاي اكيد قال لانه ممسوك في 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 جدار خزان، صح؟ ما بدك رابطه. اهم حاجه انه النتائج اللي بتطلع تركب في المخ. طبعا اكيد فيش اثبات 33 كيف تجيبها، لانه هذا indeterminate structure بالنهايه. بس انت بدك تعرف انك كل ما مسكت الخزان من كل ما مسكت الكبه من تحت كل ما قل التنشن عليها من تحت، يعني ولا لا عمو؟ عشان تطير ولازم طرته. فايل سيف اس 7 رجع اللينك زي ما كانت. شيك كانت والجسر امسحه او ديفاين سكشن بروبرتيز وفريم سكشنز، امسخ قدراته. شيك عملنا احنا. برضه الاكسل اهم شيء اصلا هو اكسل مش المومنتس، يعني حاليا رجع لو رجعت انت المومنتس بوينت او 1 او كذا مش فارقه كثير، المهم الاكسل اهم شيء. هاي مسخناها من كله بس تركنا وزنه. حلل هسه المفروض انه التنشن في نهايه الكبه اعلى من 62 ولا لا؟ هاي ديد وهي اف 11 طلع خازو خرب الوضع. طب فكر اذا بدك تسلح كبه 10 سم او 12 سم سماكتها لتنشن 390 ولا لا؟ اذا فكر، معنا دائما ننصح بوجود رينج بيم تحت. تمام، هيك الواحد هيك المهندسين الرائعين زيكم بصير، يعني بتكرر كذا بتعدل بتعمل شيء ماشي. فيا شباب يا محترمين بهذه النقطة بنكون أنهينا